طائفة الحشاشين اغتالت أي حد يقف في طريقها وسببت رعب كبير للعالم الإسلامي ووصلت لصلاح الدين الأيوبي وكانت هنغتاله هنتكلم عن اللي أسس الطائفة دي هنتكلم عن حسن الصباح نشأ حسن الصباح في مدينة الري على مذهب الشيعة الاثنى عشري وسريعا كده هنوضح بعض النقاط في مذاهب الشيعة في الوقت ده كان الشيعة من قسمين لقسمين رئيسيين الاثنى عشرية والاسماعيلية واساس الاختلاف بيكون في تحديد الامام وبعد كده بتختلف عقيدة كل طائفة تأثر حسن الصباح بالدعوة الاسماعيلية حتى اعتنقها وسافر الى مصر وبايع الخليفة الفاطمي في مصر في الوقت ده المستنصر بالله وفي الوقت ده الدولة الفاطمية كانت على المذهب الشيعي الاسماعيلي وقابل حسن الصباح الخليفة الفاطمي ورحب الخليفة وامره انه يدعو بخلافته في بلاد العجم وعلى إثر خلافات مع الوزير بدر الدين الجمالي اضطرد حسن الصباح من مصر سنة 472 هجريا وبعد طرده من مصر راح لأصفهان عاصمة دولة السلاجقة وقعد يتنقل ما بين المدن يدعو للمذهب الإسماعيلي اعتمد الباطنيين في أسلوبهم على الدعوة في تشكيك الناس في دينهم وإقناع الناس بأن كل مسألة في الدين لها ظاهر وباطن وأن الباطن هو الأصل واللب وأن مش كل حاجة ممكن الناس تفهمها ولازم الإمام الفاطمي هو اللي يفسر الناس دينهم استمرت دعوة حسن الصباح ما بين مدن السلاجقة مدة كبيرة لغاية ما وجد قلعة اسمها قلعة الموت ومعناها عش العقاب فدخلها وبدأ يدعو الناس للمذهب الإسماعيلي وبدأ نفوذه يزيد في القلعة لغاية ما طرد صاحب القلعة منها واداله 3000 دينار وبمجرد سيطرة حسن الصباح على قلعة الموت قدر انه يسيطر على 60 قلعة مجاورة ليها وبكده كان شمال ايران كله تحت حكم الباطنيين بعد سيطرة حسن الصباح على قلعة ألموت والقلاع المجاورة ليها أرسل السلطان ملك شاه حملة عسكرية لاسترداد القلعة من البطنيين ولكن الحملة فشلت وده بسبب شدة حصانة القلعة موقع القلعة كان في أعالي الجبال وده خلى صعب جدا إن حد يوصل لها والطريق الوحيد اللي بيوصل لها طريق ضيق وده سهل الدفاع عنها والمنطقة المحيطة بالقلعة كانت كلها مزارع وأنهار وده سهل للقلعة الإمدادات الغذائية واستحالة حصارها والواضح من تصرف ملك شاه انه ما كانش مدي الباطنيين اهتمام كبير وده لانه ارسل احد قوات جيشه ما هو بنفسه يقود الحمله بس ملك شاه ما كانش عنده الوقت الكافي لانه هيموت بعد سيطره الباطنيين على قلعه الموت بسنتين وقبل موت مالك شاه ب 35 يوم قدر الباطنيين ان هم يغتالوا نظام الملك اغتيال الباطنيين لنظام الملك كان اكبر انتصار عملوه لان الوزير نظام الملك هو اللي كان بيعطل مشروعهم وكان بينشر المدارس في كل حته يعلم الناس عشان ما يقعوش في فخ الباطنيين اكبر فرصه للباطنيين كانت بوفاة نظام الملك ووفاة ملك شاه وبعدها ابناء ملك شاه تفرقوا علي الحكم وبكده بقى سهل جدا إن هم ينتشروا اكتر واكتر في بلاد السلاجقه وفي الدوله الفاطميه مات المستنصر خليفة الفاطميين واللي بيعتبروه الباطنيين هو الخليفه الشرعي للحكم المستنصر وصى بالحكم من بعده لابنه نزار بس الوزير الافضل ابن الوزير بدري الجمالي قتل نزار وبايع المستعلي اخوه الاصغر وده عشان يقوي نفوذه لأن المستعلي كان في الوقت ده صغير ومش هيقدر يدير الدولة رفض حسن الصباح مبايعة المستعلي وده لأنه بيخالف المذهب الإسماعيلي ولما كان حسن الصباح في مصر وسأل المستنصر بالله من الخليفة بعدك فقال له ابني نزار وده اللي خلى حسن الصباح يصر على عدم مبايعة المستعلي والانفصال عن الدولة الفاطمية نهائياً وبكده المذهب الإسماعيلي انقسم لقسمين تانيين النزارية والمستعلية والحشاشين أو البطنين بعد كده هيتعرفوا برضو باسم الإسماعيلية النزارية كانت الاستراتيجية القتالية للباطنين بتتركز في ثلاث نقاط النقطة الأولى حصون وقلاع في أعالي الجبال من الصعب أن حد يوصلها النقطة الثانية دعاب ينتشروا في المدن يستغلوا جهل الناس ويبدأوا يدعوا للمذهب الإسماعيلي وده هيسهل بعد كده التجسس على المدينة أو التجسس على القلعة وبعد كده السيطرة عليها عسكريا النقطة الثالثة الاغتيالات الموجهة ضد أي حد يعارض الباطنيين أو يعطل مشاريعهم وبيتعمد الباطنيين انهم هم ينفذوا عمليات الاغتيال ديت في وسط الناس عشان ينتشر الرعب والهلع ما بين الناس بعد وفاة ملك شاء انشغل السلطان الجديد بارك ياروق بمحاربة أخيه محمد طبار وتعاون مع الباطنيين في تنفيذ اغتيالات ضد خصومه وده ساعد الباطنيين في انهم ينتشروا اكثر واكثر في قلاع كتيرة وازداد نفوذهم بشكل كبير جدا ووصلوا القلعة قرب اصفهان ده خلى بركيروك ياخد موقف للحد من قوتهم وبدأ في مهاجمة قلاعهم بس ما كانش حازم معاهم قوي وفي سنة 498 مات السلطان بركيروك وخلفه محمد تبار ومحمد تبار كان اكثر السلاطين اللي بدلوا جهد في محاربة الباطنيين وقعد ياخد قلاع الاسماعيليين واسترد منهم قلعة ورا التانية وما اكتفاش محمد تبار بانه يهاجم القلاع الصغيره بل انه وصل للقلاع الرئيسيه وفي سنه 500 ارسل محمد تبار حمله عسكريه بقياده الوزير احمد ابن نظام الملك وده لمهاجمه قلعه الموت ولكن شده حصانه القلعه كانت مانع امام الفتح فامر محمد تبار بالانسحاب وعلى مدار 8 سنوات بدات حرب استنزاف للباطنيين وامر محمد تبار بحرق كل المزارع القريبه من القلعه اصاب الباطنيين قحط شديد من حرق المزارع وأصبح فتح القلعة مجرد وقت وفي سنة 511 أمر محمد تبار بشن حملة عسكرية لإنهاء قلعة أناموت وعلى نهاية السنة انتهت أمال القلعة وكادت أن تستسلم ولكن بشكل مفاجئ وصل خبر بوفاة السلطان محمد تبار وتفرق الجيش وانسحب كان حصار محمد تبار لقلعة ألموت أشد اختبار يواجهه حسن الصباح في تاريخه وفي نقطة هنا عايزين نوضحها في كل مرة بيتم استعاد قلعة الإسماعيليين كانوا مسيطرين عليها أو مدينة كانوا مسيطرين عليها كان بيتم قتل كل الشيعة الإسماعيليين الموجودين فيها وسلب ممتلكاتهم جميع علماء أهل السنة بيكفروا الشيعة الإسماعيلية وفي الوقت ده كان قتلهم ضروري بسبب الأضرار الكبيرة اللي بيقوم بها الباطنيين نقطة أخرى عايزين نوضحها هو تسمية الحشاشين الحقيقة مش معروف إيه السبب الحقيقي اللي تسمى باسمهم الحشاشين وفي المصادر القديمة كان بيطلق عليهم الباطنيين أو الملاحدة والحشاشين ما ذكرتش غير في مواضع قليلة جداً أما السبب اللي ماركو بولو قاله بأن القلعة عبارة عن جنة وأن فيها بنات جميلات وأنهار من لبن وخمر وأن بيتم إعطاء الناس حشيش وبعد كده يدخلوهم الجنة ويقنعوا, ويقنعوا شيخ الجبل بأن هو في الجنة ويقول له لو عايز ترجع تاني فهتنفذ اللي أنا بقوله لك الحقيقة الكلام ده غير صحيح لأنه ماركو بولو اتولد سنة 1254 والمغول دمروا القلعة سنة 1256 فمستحيل إن هو يوصل لها أساساً وفي سنة 518 ميلاديا مات حسن الصباح في قلعة ألموت، واللي فضل فيها 35 سنة على مدار سيطرتهم للقلعة ومخرجش منها نهائيا. بسبب إجرام حسن الصباح العالم الإسلامي واجه طائفة الحشاشين لمدة 200 سنة، وانتشرت الاغتيالات في كل حتة تواجه الإسماعيليين. وفي نقطة أخيرة عايز أوضحها في اسم الحشاشين، في وقت تنفيذ الحشاشين للاغتيالات بتاعتهم كانت الحروب الصليبية موجودة، فانتقل الاسم حشاشين إلى الأوروبيين باسم السسن ومنها مشتقات الكلمة في كل اللغات الأوروبية، انتظروا الحلقات الجاية هنكمل فيها تاريخ الحشاشين لغاية نهايتهم على إيد المغول